مساء الفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده من سوبر هيرو. النهارده احنا هنحاول نختار افضل 7 لعيبه كانوا موجودين في اوروبا في هذا الاسبوع. 7 لعيبه بيقودونا لحكايات كتير، اما فيما يتعلق باداء فردي استثنائي للعيبه دي، او فيما يتعلق بالتكتك الخاص بالفرق اللي اللعيبه دي بيلعبوا فيها. علشان كده يلا بينا ننطلق سريعا ونشوف ال7 المرشحين اللي كانوا في الاسبوع ده غير بقية اللعيبة اللي كان عندهم كلمة الحسم في كل المباريات. رقم 7 بيقودنا للحديث عن ريال مدريد. ريال مدريد اللي بيستعيد التوازن في هذا الأسبوع وبيحقق الفوز على سيلتا فيجو بهدفين دون رد. ويمكن الفكرة الأساسية عند الريال في هذا الأسبوع كانت فكرة التكيف، فكرة إنه فاسكيز مع أسونسيو على الطرفين يقدروا يكون عندهم من حيث الإنتاج أعلى من قدراتهم الشخصية. فاسكيز الجناح اليمين اللي كان عنده واجبات دفاعية أحيانا في الموسم ده، اللي لعب باك يمين اضطراريا برضو في الموسم ده مع ريال مدريد، في المباراة دي بيطلب منه إن هو يكون موجود جوه منطقة الجزاء علشان يقابل الكرات العرضية، زي ما حصل في الجون الأول اللي صحيح رجليه ما عليتش عن الأرض لكنه كان قادر إن يحول الكرة بشكل رائع داخل المرمى. كمان الموضوع كان أصعب عند أسونسيو. أسونسيو الجناح الأيسر اللي كان مطالب بكرات عرضية كتير في المباراة دي، واللي لعب في مكان ما يعتبرش مكانه في المقام الأول. ناخد بالنا إن قوة أسونسيو الأساسية كانت في وجوده في الناحية التانية، ناحية اليمين، بإنه بيكسر وبيلعب الكور جوه منطقة الجزاء أو بيصوب على المرمى، أو حتى كصانع ألعاب رقم 10 اللي بيجي بوشه وبيكون قادر ان هو يصوب بشكل مريح. لكن في المباراة دي كان أسونسيو موجود في الناحية الشمال، ما كانش قادر كتير ان هو يخش ويخترق في دائرة العمق، لكن دايما وجوده كان على الطرف. المركز 7 بالنسبة لي هيكون لفاسكيز. الاثنين تألقوا، الاثنين سجلوا وصنعوا البعض، لكن في النهاية كان فاسكيز يفوق أسونسيو شوية بسبب مجهوده الدفاعي. 4 التحامات هوائية، مجهوده في الملعب كان اعلى شوية من أسونسيو، علشان كده هنختاره ان هو يكون موجود معانا في المركز 7. نروح للمركز 6 اللي بيقودنا للحديث عن مانشستر سيتي. السيتي اللي بيحقق فوز رائع على تشيلسي ب3 أهداف مقابل هدف، اللي بيقرب شوية من الدخول في المنافسة على صدارة البريمير ليج. مباراة ممتازة من جوارديولا، لكن مباراة أكثر امتيازا من نجومه داخل الملعب، بداية من كانسيلو اللي بيقدم موسم ممتاز في الوقت الحالي، كمان لفودن اللي اتكلم عنه جوارديولا بعد المباراة ولتصريحاته لازم هنناقشها بالتفصيل، لكن يظل بالنسبة لي النجم الأول لهذه المباراة هو جوندوجان. أكثر من سبب بيخليني اختار جوندوجان في المركز 6 اهمها هو تأقلمه على انه يكون احيانا صانع العاب في الفريق، بيزيد اكتر من اللازم، وده اللي حصل في الجون الاول اللي كان الاجمل بكل تأكيد. استلامته وقراره بالتصويب في زاوية رائعة جدا بالتأكيد تقول ان جوندوجان على الصعيد الفردي كان حاسم في الجون ده، وعلى الصعيد الجماعي كان قادر ان هو يكون موجود في المنطقة اللي جوارديولا كان عايزه فيها لما الفريق بيندفع من ورا لقدام. وهنا لازم نقف مع حاجتين مهمين جدا اتكلم عنهم جوارديولا بعد نهايه المباراه. جوارديولا بعد نهايه المباراه قال ان احنا فريق ما عندناش تحولات بدنيه مرعبه زي الفرق التانية. احنا ممكن نسند على ستيرلينج، ممكن نسند على دي بروينا، لكن ما عندناش نفس الجوده الموجوده في التحولات وفي القوه البدنيه. علشان كده انا محتاج ان اللعيبه تكون قادره انها تشتغل في اكتر من مكان. واتكلم على فودن في ده وقال انه لاعب بالنسبه لي انا محبب جدا ليا، لانه بيقدر يلعب في 4 اماكن في خط الهجوم، ودي الفكره الاساسيه اللي كان حابب بيها جوارديولا انه يتكلم عنها في هذا السياق. بتكلم عن ده ليه؟ بتكلم لانه ده ممكن يكون واحد من الاسباب اللي خلت رياض محرز مش موجود مع الفريق. فكره انه ستيرلينج وفودن ودي بروينا وجوندوجان قادرين ان هم يتاقلموا على اي مركز واي حاجه بتطلب منهم داخل الملعب، قد يكون واحده من الاسباب بعيدا عن عامل الحب والكره اللي بيكون موجود عند جوارديولا احيانا. لكن لو بنتكلم في الشق الفني ممكن يكون ده هو الاساس. كمان حاجه ثانيه قالها جوارديولا مهمه جدا، وهي اللي كان ليها علاقه بمساله التمريرات الكتير، وقال ان دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نسيطر بيها على المباريات. لازم نضايق حارس المرمى، خط الدفاع، كل لعيبة الفريق الخصم لازم نضايقها، ومفيش غير موضوع التمرير. حتى لو وصل ل1000 تمريرة لازم نعمل الشكل ده. جوندوجان على الصعيد الجماعي كان مفيد جدا لفكر جوارديولا، وعلى الصعيد الفردي بتسجيله لأجمل هدف في المباراة بالتأكيد كان يستحق ان هو يكون موجود في المركز 6.
نروح للمركز الخامس اللي هيقودنا للحديث عن أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد اللي بيحقق الفوز على ألافيش بهدفين مقابل هدف، واللي بيتألق نجمه لويس سواريز اللي بيؤكد مساهمته في 11 هدف من أول 12 مباراة يلعبها في لا ليغا مع أتلتيكو مدريد، بيسجل 9 وبيصنع 2، وبالتالي كان يستحق إن هو يكون موجود في المركز الخامس. لكن الأهم عند سواريز، لأنه الهدف اللي سجله كان هدف طبيعي، ما كانش فيه أي اختراع من أي نوع، لكن مهم إن احنا نتكلم عن لويس سواريز فيما له علاقة بأدواره داخل الملعب، وفكرة ان سواريز اللي ساب برشلونة لانه ما كانش قادر يقوم بواجبات دفاعية شأنه شأن ليونيل ميسي، وما كانش يقدر الملعب يحتمل الاثنين ساعتها، انه اثنين ما بيقدروش يرجعوا لورا، اصبح في منظومة مختلفة تماما مع أتلتيكو مدريد، سواء بفكرة 3-5-2 اللي بتخلي فيه حماية كبيرة لخط هجوم الفريق، او حتى بالنسبة للاعب الاخر اللي كان موجود معاه في مباراة ألافيش وهو كوريا اللي خريطته الحرارية كانت بتقول انه دايما كان بيرتد ويكون موجود على الاطراف في اوقات كتيرة جدا، وده اللي كان بيخلي سواريز ما عندوش تقريبا اي واجبات دفاعيه، وده السبب اللي بيخليه دايما موجود جوه ال18، دايما قادر ان هو يكون الفينشر اللي يخلص كل الهجمات. نزول جواو فالكس في الشوط الثاني بالتاكيد فرق مع سواريز، لانه مهاريا اعلى، لانه يقدر ينقل الفريق، وده اللي حصل في الشوط الثاني. لكن بالتاكيد مجهود سواريز في هذه المباراه وحتى بمباراه ختافي يستحق ان هو يكون موجود في المركز الخامس. نروح للمركز الرابع، والكلام هيكون عن يوفنتوس. اليوفي اللي بيستعيد التوازن وبيحقق فوز على أودينيزي بأربع أهداف مقابل هدف بعد أسبوع سيء عاشه الفريق قبل التوقف، ما بين الخسارة من فيورنتينا وكمان عدم احتساب نتيجة مباراة نابولي اللي هتتعاد مرة أخرى. اليوفي ونجمه كريستيانو رونالدو اللي النهاردة بيستغل ضعف فريق أودينيزي من الناحية الدفاعية بمجهود فردي، بيسجل هدف أول ثم بيسجل الهدف الثالث في المباراة وبيصنع هدف، وبالتالي بيقدم مباراة مثالية جدا. يوفنتوس بالرغم من تسجيله لأربع أهداف إلى أنه مساوئه الدفاعية كانت كبيرة جدا في المباراة، عمق الدفاع اللي فيه مشاكل واضحة بالذات للمرة الثانية والثالثة والرابعة والخمسين عند ليوناردو بونوتشي، كمان الفريق اللي بيخش أول ربع ساعة في المباراة بشكل غريب جدا قبل هدف من فيورنتينا الاسبوع اللي فات قبل التوقف، وكمان بيقبل هدف من أودينيزي لكن الفار بيلغيه من ديبول، وبالتالي اللي حصل من يوفنتوس في المباراتين دول لو حصل قدام الميلان الاربع الجاي لعيبه زي تيو وزي ريبيتش مش هيرحمه بكل تاكيد. رونالدو كان نجم المباراه بكل تاكيد على الصعيد الفردي او على الصعيد الجماعي، وطبعا يستحق ان هو يكون موجود في المركز الرابع. في المركز الثالث بنرجع لأفضل لاعب في العالم، روبرت ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ اللي كلاكيت رابع مرة بيتعرض للتأخر في النتيجة قدام ماينز الضعيف جدا بهدفين دون رد. مفاجأة كبيرة بتقول انه بايرن اصبح عنده شوية ضعف في الشق الدفاعي بالذات فيما يتعلق بالكرات العرضية او الكرات اللي بتيجي من ورا القدام، عمق دفاع بايرن ميونخ اصبح فيه مشاكل، لكن اللي بيعوض ده هو القوة الهجومية اللي عند الفريق. لكن في مباراة ماينز كان بايرن في حاجة لروبرت ليفاندوفسكي اللي في الهدف الاول او هدف تقليص الفارق عمل تحرك اكتر من رائع في الكرة بعد ما سحب نفسه لورا وطلع عمل التيكوف وحول الكرة في اتجاه كيمينتش اللي كان مواجه للمرمى وعمل اسيست الهدف الاول، كمان قدر انه يسجل هدفين تانيين في المباراة علشان يؤكد انه رجل كل عودة لبايرن ميونخ. اخر ثلاث مباريات اتأخر البايرن في النتيجة، الراجل اللي كان بيقدر يرجع بالبايرن ويحقق التعادل او الفوز كان واحد فقط، وهو أفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي. في المركز الثاني لاعب اتظلم اعلاميا كتير في الموسم اللي فات او حتى قبل اللي فات او حتى السنه دي، روميلو لوكاكو لاعب نادي الانتر وهدافه اللي رغم انه انتر الاسبوع ده وفوزه الكبير على كروتوني بست اهداف مقابل هدفين كان بطله هو لوتارو مارتينيز اللي سجل 3 اهداف، الا ان روميلو لوكاكو كان هو النجم الفعلي للفريق في المباراه. لوكاكو اللي كان مساهم في 3 اهداف من اصل الستة بتمريرات واسيستات كانت مهمه جدا من زوايا ضيقه، سواء في الهدف الاول لما حط الكرة من ورا المدافع في مساحة ضيقة جدا، أو في الهدف الثاني اللي كان لازم يعمل فنت بجسمه لحد ما باريلا ياخد المساحة في ناحية الشمال ويبصيل الكرة، أو حتى في الهدف الثالث لما حافظ على الكرة وحط المدافع بظهره وتفوق بالقدرة البدنية وقدر يسجل هدف شخصي ليه. لوكاكو تأثيره في الموسم ده ما يقلش أبدا عن كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس أو حتى إبراهيموفيتش مع الميلان، لكن بعتقد إن لوكاكو والإنتر بشكل عام في حاجة لوجود صانع ألعاب. الفريق في الشوط الأول كان بيعاني من فيدال اللي كان سيء جدا،
متسبب في هدفين لكروتوني، لكن بمجرد نزول سنسي الفريق اتحول، وده اللي بيخليني اقول انه صفقه زي ديبول مثلا من اودينيزي ممكن تفرق كتير. على الاقل هتفرغ لوكاكو ان هو يكون موجود جوه ال18 والتاثير بتاعه جوه يكون اكتر واكتر، ويكون قريب من المرمى ويسجل اهداف اكتر. لكن بالتاكيد في هذا الاسبوع هو يستحق ان هو يكون موجود معانا في المركز الثاني. وصلنا معاكم لسوبر هيرو. والحقيقة ان سوبر هيرو الاسبوع ده مش هيكون مهاجم او صانع لعبة او جناح، بل هيكون حارس مرمى، او تحديدا حارسي مرمى، لانه لا يمكن حد فيهم يكون مميز على حساب الاخر. الاثنين كان تأثيرهم بالملي على فرقهم من حيث التواجد في الصدارة والحفاظ عليها او الوصول للصدارة. بتكلم عن دخية وعن دوناروما حارسي مرمى مانشستر يونايتد والميلان، الاثنين اللي كان ليهم كلمة الحسم في هذا الاسبوع. نبدأ مع دخية اللي في لقاء مانشستر يونايتد مع أستون فيلا كان تأثيره كبير جدا. من قبل المباراة كان عنده معاناة في كم الانتقادات الموجهة إليه، وأثناء المباراة كان بيعاني من حاجتين مهمين جدا. أول حاجة وهي فكرة الكرات العرضية من جريليش، اللي كان دفاع مانشستر يونايتد مش قادر إن هو يتعامل معاها ويكون متمركز وعامل الرقابة جوه ال 18، وده اللي خلى دخية يقوم بخمس انقاذات على مدار المباراة، سواء قبل تقدم مانشستر في النتيجة أو حتى مع تعادل أستون فيلا، بعد التعادل، بعد تقدم مانشستر. في كل الأوقات ولحد اللحظات الأخيرة كان دخية موجود في المباراة. الحاجة التانية وهي اللي هتقود لجزء تكتيكي شوية عند سولشاير، وهي فكرة عدم وجود أدوار دفاعية واضحة عند برونو وعند بوجبا. بمعنى انه لو بوجبا كان على الورق هو الجناح الايسر في مانشستر، فكورة هدف استون فيلا كانت تتطلب ان هو لازم يرجع ويرتد ويعمل التغطية، ولو كان برونو على الورق هو اللاعب اللي لازم يضم مع دايرة العمق، وان بوجبا هيتسبه مش هيرجع، فكان لازم برونو هو اللي يضمه في نفس الكورة وهو اللي يعمل التغطية. لكن لا ده حصل ولا ده حصل، وبالتالي استون فيلا سجل هدف في المباراة. كان سهل نتكلم عن بايلي اللي انقذ اخر كرة في المباراة، نتكلم عن برونو اللي قال عنه جاري ان احنا ما كانش حد هيعرف كان ممكن مصيرنا يبقى ايه من غير اهداف واسستات وقياده وتمريرات برونو، او كان ممكن نتكلم عن راشفورد المتالق في الفتره الاخيره لكنه كان اناني في المباراه، او حتى عن مارسيال اللي سجل الهدف. لكن دور دخية في حسم النتيجه وحسم الفوز بالتاكيد كان هو الاكثر تاثيرا. نروح للسوبر هيرو الاخر وهو دوناروما، اللي كان تاثيره ما يقلش ابدا عن تاثير دخية. يمكن عاش مرحله اصعب لانه الميلان قعد فتره طويله من لقاء مع بينيفينتو وهو 10 لعيبه بعد طرد تونالي، تدخلات برضو كانت خمس ارقام كمصادفه زيه زي دخية. تدخل دوناروما خمس مرات في المباراه وقدر يحافظ للميلان على وجوده في الصداره قبل لقاء القمه مع يوفنتوس يوم الاربعاء الجاي. عن الميلان فنيا ما ينفعش ان يكون الفريق مطالب بجماليات في المرحله الحاليه، لان الفرقه اللي بيغيب عنها ابراهيموفيتش، غاب عنها ثيو، غاب عنها بن ناصر، هم عناصر الابهار اللي كانت موجوده في كل خط. علشان كده الميلان في الوقت الحالي بيعيش مرحله التماسك، انك ازاي تفضل قادر انك تحافظ على الصدارة لاعلى وقت ممكن. مباراة يوفنتوس هتوضح ملامح مهمة في مدى قوة وصلابة وشخصية الفريق، كمان عند اليوفي هتوضح مدى قدرة الفريق على انه يعمل كامباك او يعمل ريمونتادا في هذا الموسم من الكالتشو. دي كانت آرائي الشخصية في السوبر هيروز الأسبوع ده واختيارنا لدخية ودوناروما في المركز الأول، لكن طبعا رأيكم أهم من رأيي بكتير. علشان كده هنستنى منكم رأيكم في السوبر هيرو في هذا الأسبوع في الكومنتات تحت الفيديو، ونشوفكم الحلقة الجاية.